السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب، جيناكم بمقطع جديد شروحات ليج. الفكرة من السلسلة هذه انه نتكلم على جزء محدد من اللعبة ونشرحها بالتفصيل الممل عشان الكل يقدر يستفيد ان شاء الله. اذا في عندك اي سؤال او استفسار تبغى تشوفه في واحد من الفيديوهات المستقبلية، بالله حطه في الكومنتس تحت وان شاء الله انا ححطها في اعتباري في الفيديوهات القادمة. لا تنسى اني انا اسوي بث يومي على منصة تويتش، اللينك موجود تحت في الديسكربشن، واذا عجبك الفيديو لا تنسى تسوي لايك شير وسبسكرايب وان شاء الله تنبسط. Come with us. درجة هذه تيبيكال لو ايلو جيم، هذه الاقيام اللي العادة اقل من بلات او والله حتى ما هو جولد، غريب يعني انا ما اشوف في الجولد زي كذا العادة. سبورت ما يلعب، يعني ما يلعب الجيم ريلي. انا اخذت مينيون ادفانتج بس هذا اللي كنت ابغاه. خلاص دحين لاست هيت ما عاد اقرب، شوف ايش يسوي المينيونز كل شويه. ماني فاهم يعني ليه ما جاء من هنا سواها، ليش جاء هنا وسواها، ليه كانه يتقصد يجيب المينيونز يعني كل شويه. اظن اتفرج على جايد قال له لما تسوي الابيليتيز حقتك ميك شور انه انت تجيبها على المينيونز وتجيبها على الناس ات ذا سيم تايم. اظن جايد حق ميت فقرر شوفها يعني هي واز هير انا سيف، يقدر يقدم هنا يقدر يقدم هنا ويسوي كذا وراح كذا وبعدين طيط وبعدين ضرب الاثنين تحت. كل شيء يسوي زي كذا، انا ماني فاهم يا شباب. لما تلعب سبورت don't screw up the minion wave. انا ما عندي مشكله تشيل مينيونز يعني لاست هيت بس don't screw the minion. ها ضرب اوتو اوتو هذه يعني ما ادري ايش يبغى فيها. طين اوكي معلش بالغلط يعني حخرب ام المينيون ويف عشانك. فاين دحين اللي بعدها I am setting it up for a big push نفس الشيء ويريد مسقعهم وشوف كيف is pathing. انا علمتكم يا شباب لما تلعب سبورت ما تمشي كذا back and forth، تمشي يمين يسار horizontal دائما، امشي 90 درجة للآدم اللي قدامك كذا، مو تمشي فوق نازل. وشوف هذا كيف يمشي، ليش؟ لانه actually it's very easy for them to hit you لما تمشي فوق تحت. هذا واحد. اثنين it's very easy for you. طبعا I don't understand ايش هذا. I don't understand لما يجيني range support يوقف ورايا بدل ما يوقف parallel معايا وبدل ما يوقف. طبعا نفس الشيء يعني شوف انا ما ازعل من سبورتي بس يعني ما اتكلم ليش، لانه نفس الشيء they don't know what they do. فعشان كده لما واحد يقول يا اخي انا التيم حقي، طب يا اخي التيم حقهم زبالين برضو. انت المفروض العلامه الفائقه، انت المفروض اللي احسن منهم رايت. شلنا المينيون، انا سايد جنب على طول I don't care. ليفل 2 don't care. ليفل 2 روح عندك 2 abilities ما يهم. طبعا اللي خلاني اسوي جنب زي كده انه هذا هنا حمار وما عنده الكيو حقته، والكيو I can avoid easily. عادي don't be afraid. هنا سويت animation cancel غلط، ما لفلت ال W يعني حس ال W دوبني لفل ال E. طبعا ال E ما لفلها من البداية أنا مع تريستان عشان ما تسوي شف automatically للين، ولفلت وتأخرت في تلفيلة ال E، والمفروض وهي نازل عليها ال E عشان الأولى auto attack يعني أنا ضيعت animation cancel هنا. yes which is fine ورث فلاش حبيبي. طبعا باعتبار انه فلش البطل الله يعطيه الصحه والعافيه، شكرا نقول له شكرا. لو هو من بدري عارف انه حنوصل ليفل 3، المفروض في الجولد انت عارف متى توصل ليفل 2، انت عارف انه المينيون هذا حتوصل ليفل 2. انا فين واقف؟ واقف قدام نو افريد. ما ادري ليش رجعت على ورا عشان سبورت المعفن وتاخرت حتى ادري اي شود اف ستيد، كان المفروض اوقف هنا مع حتى انا اللي خلاني ارجع انه بس عشان ابغى اسوي ايش، ابغى اهوش الكيو ورحت ورا المية اكلتها برضه زي الابله. ما اكلها ما كلبت هنا قدام وخلاص. تعرفين لو كنت هنا قدام دحين لو انا مستعد هنا يعني فوق المني هذا شلته اسوي جمب فوقه واسوي ايه الهيت مال اطمر كذا، الجمب كانت مره بعيده اكشن الجمب هيت اوكي بس ضيعت اوتو اتاك واحد اتس فاين. بعد كذا نتفرج يعني شوف ضيعوا هيل الاخر فلش
والله هذا يعني هذا ذا ايبيفني اوف سفرت. انا مطنشه. ليش مطنشه؟ هذا الكيو حقته رجعت. هذا يعني المفروض عنده كيو فخايف من لا كيو سواها ما انتبهت لها. كان المفروض ما اخاف، كان المفروض الطش امه. هذا كان المفروض افلش واوتو 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 اقتله. اكشلي اي دونت كيل هيم عشان عنده هيل، بس بعد الهيل هنا يعني كان المفروض ما اخاف. بعدين اوتو سبيسينج قدمت رجع لورا رجعت ما ادري ليش. هذه كان المفروض ما اسويها، كان المفروض اقدم اوتو. ليش خايف؟ هذا ما عنده كيو. يا الله يا هذه الحركات البلهه اللي انا غلطها. يعني هذه المفروض اقدم اوتو، هذا اوردي مضيع الكيو كيو داون. هذه مايكرو ميكانكس يعني ولسه ليفل واحد يعني ما وصل ليفل اثنين، وهذا حمار انه قدم زي كذا. المفروض اي بانش هيم فور ات. هنا المفروض انا اخذ كل، مفروض مفروض المفروض فلشت واخذ كل. المفروض هذه اصلا انا خلاص يعني خلصنا الفايت، ابغى ارجع سبورت يقدم على قدام. اي دونت نو واي صراحه. وهذا جوت جريدي برضه. فانا لما هي جوت جريدي كل الرجعات اللي رجعتها هنا انا المفروض ما ارجعها من بعد الكيو هذه. انا ما شفت الكيو هذه، جالسه تستناها. يا الله كيف ما انتبهت لها. هذه الكيو ما انتبهت لها. لو انتبهت لها كان قدمت على قدام. نزل شرحت على كذا اليوتيوب مليان حبيبي، نزلت بس ما يفرق معك انت عزوز صدقني. انت مشكلتك مو في اللعب، مشكلتك في في الفكر، في المنتاليتي، في العقليه. الين ما تتصلح ما حيتصلح هذا كله. بعدين برضه اهو يعني كانه هو اصلا هو ميد لينر، ما يبغى يضرب الا المينيونز. يا ولدي سيب المينيونز في حالهم يا ولدي، يا ولدي ام مانجينج ذا ويف زي الناس يا ولدي. انا ابغاي تكمت، ابغى يجي ما بهي لين اخر لحظه. انت بس نزل ما عليك، نازل بالهبل حبيبي. نزلت زي كذا واحد. لا لا يوني ما عندي مشكله، بس ياسو اللي عندي مشكله. يوني اي دونت مايند سينج يوني. نعرف انهم بلو بس ما هم بلو زي ياسو. شيل المينيون ويف يا ولدي، سيب ام المينيون تكفى. اوه ماي جاد يبغى مينيونز، هو يبغى مينيونز. هذا الكل الجمب هذا المفروض مو كذا، المفروض كذا. هذا الجمب غلط. دائما لما تخش على واحد حاول تخش عليه بطريقة انه واحد يضربك والثاني ما يقدر يضربك. فهنا اش هنا انا عارف انه ما عنده فلاش، ولا عنده فلاش؟ ايوه عنده فلاش، هي اللي ما عنده فلاش. فاش هنا انا جمب هنا ليش؟ هذا تخلف. جمب هنا او جمب هنا وابدا اطلع على فوق. هذه برضه مايكرو ميكانيكس. هذه مشاكل انا عامه مايكرو ميكانيكس عندي، دائما اخبص فيه خبصات صغيره زي كذا. وهذا الفرق بيننا وبين العالم اللي احسن مننا كثير. يعني هذا الجمب يعني سويت جمب من دون ما افكر. انا ام جامبينج هنا عشان عندي هيل، بس كان المفروض اسوي هيل من بدري قبل ما اصقع اجنايت. انا سويت هيل على طول بس الاجنايت يعني بعد الاجنايت. وعايز كويس عدت على خير. يس كويس عدت على خير. دحين قلت له بوش، انا قلت له بوش. شكرا I don't care صراحة. عليكم السلام كيف. ريست 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 نرجع. شوف يا شوف البطل المغر. أبغى أسوي ثين للويف عشان الويف ما تسوي بوش عليها. أبغى أوقفها هنا وأسوي لها فريز أو أسوي لها ريست. لا تنسوا إن تريستانا عشان اللي حقتها فريز بتريستانا شبه مستحيل، أو مو شبه مستحيل، مستحيل. والمفروض انه في الماتشاب هذا ما اخاف، اقدر اخش في اي وقت. هو زي كذا. وهذا الجمب كانت اصح من الجمب اللي قبلها. طبعا هذا حمار جالس يضرب هذا، وهو المفروض يضربني انا. هذا بيضربني، هذا المفروض يضربني، هذا المفروض ما يسوي شيء هناك. فطنش تعيش تنتعش. طبعا سبورتي كان المفروض خلاص يرجع، يعني ماني عارف ايش ليش جالس.
يعني ما سوى ولا شيء هنا غير انه جالس يقدم على قدام عشان كان عشان يبغى يدي اوتو, يبغى يدي اوتو ما يبغى يرجع. فكر ما في. اريد اطلب اليوم كوتش فيه, اطلب كوتش بس ما ادري اسوي اليوم ولا اسوي بكره, حنشوف. فيفتين جولد فور اي بالضبط. هذه يعني انا حمار, هذه 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 علامات الحميره يا اخوان. لما سوى تي بي صاحبنا طبعا مالزهار اللي جالس يلعب في التوب لين طول كل شويه, انا تفاجات انه سوى يعني سوى تي بي في نصهم جاي ما عنده مانا وفك الاي وسوى دبل اوتو. يا الله بعد يقول لك سوري اي كانت اي هاف نو مانا, واي ذا فك وود يو تي بي ان مان واي. انا اصلا حسبت التوب يا واد كمية البيت العظيم. شوف تي بي وبعد التي بي طب طب التي مو لازم اي اوه ماي جاد اوتو التي ما في التي اصلا يا واد جاي تي بي ليه يا الله. انا سويت جامب قلت دحين فجرناهم برضو مايكرو ميكانيكس, ما طلعت في هذا ولا طلعت في هذا. لو طلعت في هذول الاثنين كان شفتني مشيت تحت, كان ما سويت جمب اقلها, كان مشيت هنا جلست اضرب خليت الجمب اللي بعدين. التي سي دي انا عارف كان الجمب هذا ما سويت. طبعا الجمب هذا يعني انا شايف الرجال جالس يطلع على فوق سوى ايه على تحت ما ادري ايش. انا ما ابغى اخش جمب هنا, انا والله يا ريتني سويت جمب عليهم. صدق لو سويت جمب عليهم كنت عنده فلاش ما كان يفرق. بعدين رجعنا مالزهار بيسوي اوتو اي, قام رجع البطل المغوار الثاني اوكي وي داي اي دونت نو هاو تو بلاي ذات صراحه. بعدين رجعنا لمسلسل, اتفرجوا على مسلسل الاحداث دحين اتفرجوا اتفرجوا. هذا قلت له تعال من بدري تخبى معي هنا, ايش سوى؟ ما يبغى. تعال 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 فاك دريك يا اخي. جولديز مماحين دريك, جولديز اتعلموا يعني ايش الفرق بين الجولديز والسلافر. في فرق واحد, الفارم حقهم احسن. وحاجه ثانيه وي نيد تو فوكس اوبجكتيفز, يعني الفكره صح التطبيق سوا. دي بلاي سو ماتش سو ماتش فاليو على على دريك الاول والثاني بطريقه مستعدين يموتوا ويموت التيم كله بس ياخذ دريك. يا ولدي الدريك is useless بالذات لما يكون دريك زي ده اصلا. We don't care for it. Gain lane advantages وخلص الجيم. لا Warwick ما ياخذ الدريك. عندنا lane priority mid ولين priority bot. Warwick حيروح ياخذ الدريك. طبعا هو ممكن يسويها انا متأكد شفت الحاجات هذه. ما نجلس من استنى. وبعدين مال زهر ما سوى شافل الويف زي الناس, الادم اللي قدامه مسوي له فريز راح طلع فوق. واو هذا جاء هو وانا رايح جلست اشير له ترى جايين من هنا ما احنا جايين من تحت. فاربعه المفروض نرجع خلاص, اربعه ضد ثلاثه فاكت مان. كوميونيكيشن يا دريك ايش نقول لهم دحين؟ سيبو دريك سيبو. امومو مو قادر, ما هو قادر يعني عنده جرومب وعنده وولفز وعنده ريتس مو قادر ممحون طيسه تحكه ما هو قادر يا رجل حيموت. ابغى اشوف دريك بس ابغى اشوفه يموت. شوفوا يا عيال يشوفوا يموت ليترلي. هم قبلنا طبعا مالزهار جالس يشر انا جاي وما يهم ومو جالس يسوي يتفرج على دريك يموت. يا اخواني لا تتفرجوا على دريك يموت الله يخليكم. خلاص راح انسى يا بابا عدي روح خد جرومب اطلع فوق خد كان دحين اوريدي قد مخلص وولفز وكمل وطالع توب سايت. كان دحين اوريدي هو واصل للتوب سايت يسوي تاور دايف يعني يجري يروح يسوي كروس ماب حاجه
كان هو دحين اوريدي مسوي له حاجه تانية مفيده اصلا اصلا لسه جالس يتفرج على بار على دريك. دريك راح ننعى بيصلي صلاه مو استخاره صلاه ايش يسموها هي صلاه الميت يا عيال. جالس يصلي عليه يا ولدي راح يا ولدي. اوه دوب رجع والله فكر اخذ كرومب. يا الله على النكد يا الله على كذا يا الله يا الله. خلصت عندي 1300 على طول ارجع انا عندي هذا جابني انا بسوي هذا الحمار. شوف الحمار هذا شوف الحمار منين ويف قديش كبرها. انا اقول له لا راح حتروح عليه هذه تفرجوا راحت عليه منين ويف هذا ريست حتوصل التور. تفرجوا المينيون ويف خلصت تحت التور وهي كانون مينيون ويف وهو لسه وبعدين اتفرج مات ما سوالتي. هذه مشكلة الجولديز. ايش علموه بوش وروح روتيت صح الفكرة صح التطبيق غلط whatsoever كده No, please, no. God. بعدين. أنا ما رجعت. عندي حق رجع. I'm looking for a good back. ايش يسوي في الميني نيفس نتفرج الحين لما ابغاه يساعدني في الميني نيف ما يساعد والله الا الله كان ياخذ الكبير يا يعني. شوف الاوتو اوتو كلب الحين ابغاه يساعدني على الميني نيف عشان ما توصل للتور ما يساعدني. وبعدين انا ما عندي جمب ما عندي اي يسوي التي البطل المغوار. فهموني يا عيال فهموني انا سويت الجمب قدامك هنا بالغلط رايت ايه فات فينجر انا حمار نوك الاي سويتها قدامك هنا بشيل سويت الاي قدامك ما عندي اي ليش تدخل ليش تسوي التي ايش حسوي بي مايندفول يا اخي of your CDs والCDs حقة الـ ADC اللي جنبك لأن أنت ما بتلعب لحالك. دحين ما عنده ألتي there's nothing to do. طبعا it's obvious that this guy طبعا هذا typical. شوف هذا كيف جالس يلعب مع أنه شوف جولدي بس أقل له جالس يلعب صح. هذا الحمار يعني هذا is out of position شوية بس هذا مرة حمار. هذا ADC اللي بيستنى الجيم يعني بيستنى الجيم يدوله إياه عشان هو يفوز ما بيلعب أجرسف. وهذه برضو تيبيكال جولدي. الجولدي بدأ يتعلم كيف يسوي بوزيشنينج بدأ يتعلم كيف يفرم بس ما يعرف يلعب أجرسيف ولا يعرف يترويد زي الناس ولا وقت right. الويف واقفة هنا رجعوا سابني وهو انهاف فول مانا. اوكي يلا عوافي الله هذا المفروض يقدر يسوي تاور دايف بس ما يبغى. هذه ما ادري كيف جت فيه. انا كنت هنا مستنى الاش التي. اش ما تبغى تسوي التي. شافوا العيال نازلين مالزهار كولد نازل طبعا راحت عليه الميد ويف برضه مره ثانيه ما يبغى يتعلم. انا سويت شفرينو وهنا قتلني. شايفين كوين جاي هنا وورويك جاي هنا. شوف كوين وورويك رجع تي بي على التاور البطل لانه بطلنا let's call a good use TP. شايفين وورويك وشايفين كوين ايش تسوي اي كامبانيا بي و بي هدخل براسي يا ولدي ارجع يا ولدي
رايح يبغى يورد هناك، هو اللي بيورد لهذا. اي كامبانيا بابي ادخل براسي. غبي، غباء، غباء، غباء تناحى احيانا قسما بالله، يعني مستفحل. ايش الهبل هذا؟ ارجع 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 ارجع. ما يبغى يرجع. نو نو هنا انا كنت ابغى هيل، ترى كنت ابغى اضغط هيل بعدين اتمسك، اضغط جيت ابغى هيل بعدين بطلت. ما يستاهل. امشي عاد، امشي عساك البلا. فاك مي مان. لما انت تقول لي انا العب مع ناس زباله، اه ناس زباله، واللي قدامك زباله زيه، اي جوت ا جود باي. الثانيه هذه عندي الكوفر، عندي دامج، المفروض انه اي كان جيت كيلز ناو. طبعا شوف ايش سوى، شوف شوف شوف. مينين ويف اكبر من راسي واكبر من راسه، راسنا راسنا انا هو مجتمعين مع بعض. ايش قام سوى؟ انا حاشم على قفه يدي، اصلا انا حاشم على قفه يدي ان هو حيسوي التي. انا لازم اشم على قفه يدي. طبعا انا يعني جالسين من الويب ودوبك مسوي الاي. هي اي كيل، ما عندي مشكله، فري كيلز، دبل كيل. يعني انا لو عندي سبورت تاني صاحي وهم هنا والويف هنا، هذول الاثنين ماتوا. بس شافنا بنضرب. اي جاد، حتى مو لازم افلش يا رجل، يا عشان عنده فلاش شردت اتش اس فاين هذا تاور. طيب نوقف هنا، ليتس لوك وش بسوي ده، ايش بسوي؟ نوقف هنا at this map state يا اخواني. بعد الريكول سويت ريكول، بعد الريكول فين تروح انت ويا قبل ما تشوف اني انا فين رحت وليش؟ if you have bad support what you can't win. اهو هذا good support I still won. اروح ميد ليش؟ تيك تاور غيره، روح توب ليش؟ جيت برايو، ايش يعني جيت برايو حبيبي؟ كوزمال ستيل ميد، ممتاز. اللي قال توب خطا لانه هذا موجود في التوب، اللي قال ميد خطا لانه مالز موجود في الميد. انزل بوت مره ثانيه. واحده من الحاجات اللي مره ضروريه تعرفوها زن اي دي سي يا اخواني، طبعا لا ننسى انه دريك موجود، يعني انا توب نهائيا خطا، دريك موجود وفي واحد في التوب لين. ميد المفروض في الحاله هذه ميد او بوت هم الافضل الحلول عشان دريك موجود، لانه وي وونت تو بريتراج دريك. ازن اي دي سي از اني كاري في اللعبه، ما تبغى تروح لين في احد يسوي شير معك ايش ما كان، حتى لو خطا. يعني هو احسن لي اني اروح للميد عشان اشيل تاور، او انزل بوت اشيل من اخذ دريك بعدين نسواب سواب ونطلع توب، بس ما تروح للين كده. اختموها يا عيال، ما تروح للين، اللين هذا في احد. اذا انت كاري في احد في اللين، ما تقرب اللين هذا حتى لو انت المفروض تروح اللين هذاك. اوكي you definitely can take jungle camps yeah while moving. بس عشان it's Drake I ran away I ran fast for Drake. ما اخذت الجنب ده. طبعا ما عندنا priority والورق حقنا، ولا الورق حقنا كان فوق هناك، ولا الجنجل حقنا كان فوق هناك. فwe decided يعني انا ما عندي شيء اسوي. كان المفروض اخذ هذا، كان اخذ جرومب. هذه غلط مني انا اللي خلاني اجري انه شو، انه الحمار هذا بقول له يعني هذا رجع
وهذا ما نبغى يخش. انا ما ابغى يخش انا، بس بده يمسك واحد حتضارب معه. طبعا المفروض ما نقرب دريك اصلا ولا نسأل فيه. رجعت طنشت انزل على البوت خد التاور، شفت اربعة مت يا واجري اربعة ويفس وردت وجلست. You can't split as an ADC. Yes you can. ADC splitting. كلهم بيتضاربوا. طبعا very bad decision اللي اخذوه التيم حقي. Very bad decision. خمسة قدام اربعة. They shouldn't be fighting. They shouldn't. واثنين جايين بالطريق. قرر يدخل امومو. I don't give a damn. ما حال حقهم. Let them take whatever they take. They stayed alive. I was happy. اخذوا كل. Split pushing ADC. لما تعرف انه ما عندك وقت تلحق تسوي حاجة. Just continue taking side lane. لو كان حال حق ونسوي team fight. That's fine. عدت على خير somehow. وحتى لو ما عدت على خير ما كان اقدر الحق اسوي حاجة. تيم فايت صارت وانا ما في، انه ما يستنوا في الايلو هذا تمام. واصلا المفروض ما كان في دخلة يعني. مفروض شوفوا فين، اثنين واثنين هنا. قرر يدخل. Wait. No. You forgot words. I didn't. I worded. لا بالعكس، انا اذا قال اقدر الحق التيم فايت واي نو اي كان دو سمثينج في التيم فايت الحقهم. بس يعني التيم فايت هذه ما هو في مصلحتهم، هم متاخرين والتيم خمسة واحنا أربعة. المفروض ما يسوي تيم فايت، المفروض بس يدافعوا. If they called for a team fight I would have gone. انا شفتهم دخلوا اوريدي خلاص التيم فايت بدات ما حلحق. يبغى لي كم ثانيه من هنا لهنا؟ يبغى لي 16 ثانيه مع الزفت هذا، 16 ل 20 ثانية بس عشان أوصل. التيم فايت حتكون خلصت. I'd rather take something else. It doesn't matter what type of ADC you are. هو normally أنت المفروض موجود في التيم فايتس مع التيم حقك. جالسين بيسووا سيج للتاور وإحنا ما عندنا سيج. اقدر اشيل تاور ببلاش، شلت تاور ببلاش، ما عندنا سيج اصلا. التيم فايت هذه كلها من بدايتها الاول لاخرها خطا. دخلوا وهم ما عندهم ادفانتج 4 ضد 5، وحتى لو وصلوا هذول عندهم التيم الخصم عنده ويف كلير يقدر يشيل المينيونز. ايش نتجمع في الميد نتضارب ليش؟ انا ما ادري. اتس ستيل ذا ماب از نوت اوبن فور اس تو دو انيثينج. بغض النظر يعني زعلوا مني التيم، زعلوا مني بس قال لك اوكي بعد ما شلت التاور. ها ايش سووا؟ فازوا التيم فايت او فازوا جزء من التيم فايت، قتلوا واحد ما سووا بيها ولا شيء، جالسين يلعبوا. ايش قلت لهم؟ ارجعوا 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 ارجعوا. ما في شيء، ما زال 3 مت جالسين يشيروا اكس بي ويشيروا جولد. وانا ايش قلت لكم؟ ممنوع تشير اكس بي وجولد. طبعا التيم الخصم ما شاء الله تبارك الله ابطال، شايفين 3 قدامهم قاموا كلهم رجعوا وسيبوا التاور فور فري. اوكي ف there is nothing for me to do. اخذ شايف وارويك وشفت العيال لما دوبهم سووا ريكول. اي نو اي هاف تايم. اخذ هذول اسوي جمب اسوي ريست. بعد ما اسوي ريست اكشلي جيت ابغى اسوي ريست لقيت الميد حقي الثلاثه سابوا المينيون ويف كبيره هنا، حيصير لها ريست حتموت المينيون ويف. قلت لا يا عمي فري مينيون ويف فور مي، ما حد يبغاها، روح خذ المينيون ويف كبيره. ما ادري ليش يسيب الكانون يمشي مال زهار رايح ياخذ التوب يبغى يشيل تاور. شلت المينيون ويف اللي فوق وبعدين نفس الشيء صار. يعني استغرب من الديسيجن ميكينج الغريب حق هذا. شايفهم كلهم فوق ما عندي ماني شايل هم. امومو جاي شايف 3 ضد 3 قتلوا واحد، حشيل مني نويف ثاني اسوي لها ووك للتاور وبعدين نشيل تاور فور فري. امومو حط هذا بطل فري تاور، واحد ميت وشايفين الثلاثه البقيه كانوا كلهم فوق، والرابع از ريليفنت السبورت از اولويز ريليفنت. هذا التاور الاول ووكت، بس ووكت للتاور اللي بعده امشي. قمت على طول شفت تحت المينيو ويف هذه مره كبيره ما ابغاها تروح، اروح اخذها الفيكس ذا ويف. اول ما فيكس ذا ويف اي ريست
جيت ابغى اسوي ريسيت. تفرجوا يا يعني. هذول ثلاثه هنا وهم هنا وامومو هنا وجالسين يسووا ريكول. ارجعوا عيال ارجعوا عيال. طبعا لما اقول لكم فيكس ذا ويف سيت ذا ويف ان ساتش واي وير انت متاكد انه هي حتدف حتوصل للتاور حقهم, او حتكون عندك ويف مره كبيره حتدف المينيونز حقتهم وعشان توصل للتاور حقهم عشان ترجع تسوي لكم باونس. اوكي لو كانت الويف صغيره زي كذا وقابلتها ويف مشاب يعني او مشابهه لها حتوقف وبعدين حتبدا تسوي باونس متاخر عليك بعد دقيقتين بعد يعني 31 ثانية يعني بعد ثالث مينيون ويف which is a problem. فانت تبغى تسدد مينيون ويف كبيره باشا ولا انت بنفسك توصل للتاور. وبعدين هذول كانوا حيسوي ريكول. شفنا الاثنين هنا وراهم ميتين. انا قلت ميتين يا ولد اجري خد حاجه في الماب مقابل على طول لانه بوزيشن حقهم زي الخرا. وهذا كان بيرست شافهم شوف 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 انا جاي انا جاي اي ام ذا هيرو يا ابويا خمسه ضد اربعه انا جاي لا يا ابويا لا تروح انا جاي يا ابويا اسمع الكلام يا ابله يا ولد سويت بالستين بينج ارجعوا تكفى ارجع ريست ما عندهم شيء ياخذوه انا جاي. راح مات الاول ومات الثاني ومات التيم كله وذهبوا الى يثرب وبعدين اشروا لي وبعدين يقول لي خد التاور. لا يا شيخ تكفى بالله يا الله فري تاور رجعت يا ود. كم تاور اخذت لين دحين؟ انا 4 تاورات ما عندي كيلز از ماتش از اي شود. السي اس حقي عدمني السبورت حقي يقول له ثانك يو. والتيم فايت هذه مستحيل كان ادخل فيها. ايش كنت حسوي يعني لما شفت التيم فايت هذه؟ حسيب اللي في يدي واجري توب انا جاي اسوي زيه من هنا الين هنا. انا اخذ لي وات 23-24 سكندز عشان اوصل. ايش اسوي؟ التيم فايت حتكون خلصت ارجع اسوي كلين اب ولا هم ذا كلين اب؟ ولا قبل ما اجري اشوفهم لقيت الزحمه ضاربوا قربوا يموتوا وطالع فيهم اربع ما اقدر اسوي شيء. كروس ماب على طول سبليت بوشينج اي دي سي واي نوت. طبعا كريستانا از فيري جود ات تيكينج تاورز. رست بعد ما رست فين حروح؟ مالزهار ميت الحمار انه مالزهار قرر ايش يسوي. شوف شوف مالزهار شوف انا حسوي تي بي قدامك يا بورويك شوفني ما انت شايف احد في الماب تي بي حجري وراه حسوي له التي. شكله سوى له التي شوف واقف محله بعدين اتحرك بعدين جلس يجري وراه بعدين جاء كوين لطعوا كف قتلوا. فين هنروح؟ بوت is pushed all the way top هذا رايح السبورت والجنجل مع الجنجل في الجنجل السبورت. mid is my best place right. انا رايح mid ايش اسوي؟ افرم I set the wave. دريك ابغى اتكلم معاكم على very important دريك concept. okay هذا دريك الكم الثالث او الثاني الثالث ما هو الرابع. التوب حقنا فوق ما عنده تي بي. If I remember correctly انا طالعتها شفت ما عنده تي بي. مالزهار في البيس هم خمسة قدام التور. What do I want to do? Do I want to fight 4-5? No. Do I care about Drake? No. Let it. They are four. We are four. They are five. احنا four. اشرت هنا. جلست سويت بوش المينيون ويف. طبعا دائما قبل ما تروح ادريك بوش المينيون ويف عشان تحاول يخليهم يرسلوا واحد. اوكي شوف التوب حقي توب هذولا طبعا المفروض يعني خلاص يروح ياخذوا دريك بسرعه ويرجعوا ريكول. كلهم ما هم عارفين ايش مو عارف ايش يسوي هذا مو عارف ايش يسوي. انا فري دريك فري تاور. التيم حقهم ترى في الجولد لما تسوي سبليت بوش ما يعرف ايش يسوي اللي قدامك. والله ما يعرفه. اوكي والله ما يعرفه يعني كلهم اظنهم هنا انت روح انت ارجع انت قدم بدل ما يروح ياخذوا دريك ببلاش. هذا رايح خلاص ما عندهم شيء يسووا ولا اقدر اشيل انهبيتر. كان راحوا ياخذوا دريك ببلاش لا اخذوا دريك وراحت عليهم التورات عشانهم they were not decisive. وبعدين مصر يبغى دريك هذا فوق سوالي مدري سويت فلاش
اخذت انا بس ابغى تاور، انا بس ابغى تاور. هذا مات. جراغوس جيري وي وين. جراغوس جيري جيري فول هيلث. الجراغوس عنده كل حاجه ما عدا الالتي. انا ما ادري ليش سوى الالتي اصلا. جيري فوكس برينت الكلب وسابني. تعرف انه ما تلعب صعب تلعب مع التيم. ايش نفسي نفسي ايش نفسي نفسي فري كيلز ثلاثه كلها يوقف قدامي بس على الورويك. اخذت تورين يا عيال. I did not go for team fights. I did not do kills. I didn't care for it. طبعا انا غلط غلطات هذه ما هي منها يعني طبعا هذه منها يعني. انا عارف انه كوين جاي ورايا بس ما عند الجنب، كان المفروض افلش من بدري. هذا واحد. بعدين قلت جراغس حيدخل، ما دخل. قلت حشيل التور خلاص ما دام ميت ميت، لانه ما اقدر افكع. انا ما اقدر افكع. انا ليترلي اي كانت يعني كان ممكن اطالع ونقدر افقع من هنا، كان ممكن اشرب هيل وارجع، بس كنت ابغى التور خلاص امشتاق. لو قتلونا، لانه الخوف دحين لو قتلونا يروحوا ياخذوا بارون، بس التيم الباقي موجودين والتيم حقهم الاثنين تحت. اي دونت كير. طبعا غلط زي ده في هايلو، بارون كان راح. اوكي فاللي سويته انا مو 100% صح. اتس نوت. هذا صح، هذا لا، هذا كان شفنا، هذا كان على طول ريسيت، ارجع على طول، ارجع على طول خلاص. بالذات انه جراغس ضيع الالتي حقته. اوكي يعني جراغس ديد جود كول، يعني ات وازنت ا باد كول فروم هيم، بس يعني لو ما شاف اني جلست كان ممكن يجلس معايا وي جيت كيلز، لانه هيز تانكي وعنده هذا. بعدين اخذنا دريك. بعدين طبعا واتيفر الشباب اللي بيسووا تحت. طبعا وارويك ليش جاء فوق لا تسالني. وارويك سوى زي امومو حقي، انا جاي انا جاي يا ابويا، دريك تحت حيروح عليكم، انتوا عندكم دريك ادفانتج واحنا اثنين فوق، انا جاي. انا مستحيل كان انا في بالي، انا قلت اوكي خلاص شفنا فيلكوز وش اسمه هذا، قلت اثنين ضد اثنين وي وين. لما شفت وارويك تفاجأت صراحه. انا كذا في داخلي جاتني عبره، يعني هاو ذا فك يو لوز ا ثيرد دريك اند لوز تو تاورز اند يعني فور ناثينج. Makes no sense صراحة. ايش اللي اخده؟ انا اخذت تورين، هم اخذوا كل، احنا اخذنا تورين ودريك. Who's worth it for؟ مش عارف. نطالع الويف ستيت، الماب ستيت كيف؟ فوق is pushed، mid زحبة التيم، bot is pushed. bot واقف هنا بس منيو نيف صغيرة، والايفن منيو نيف رول ايش تقول؟ المنيو نيف رول ما ادري صراحة احنا فين واقفين. انا لما طلعت هنا كاني شفت المينيون ويف حقتنا اكبر، كان المفروض اطالع في اللين، ما طلعت في اللين. من يوم ما قتلوا شو اسمه، عشانهم قتلوا هذا اي كولد فور بارون. جايز بارون 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 توب بوشت بوت ميد بوشت بوت از بوشينج وي دونت كير. خلاص ما عندي شيء اسويه بوت، حجمع مع التيم نروح 14 فايت. اي هاف اول ذا ايتمز اي نيد. انا اول ايتمين از انف از ا باور سبايك. ما يبغوا يسوي ولا شيء. أخذت اللي ما أنا ماشي في الطريق، لأنه مو متأخر هو المفروض هني. بدأوا الشباب الاثنين، بعدين كنسلوا العيال كلهم. طبعا هذا الجمب مش غلط أو غلط، إيه غلط definitely. يا واد كمية الدامج اللي جاني أنا فجعني. أنا شفته سوى الدبليو، شفته سوى الدبليو هنا، قلت ماني خايف منه، حسوي جمب في وسطه بس ماني شايف مين فيه هنا. أوكي فالجمب هذه غلط بيرسي، يعني كان المفروض I jump maybe. لا والله الجمب ما هي مزبوطة هنا، يعني ما رحت بعيد كويس، بس شوف الدامج اللي جاني من ال من ال من الكمباك من الدبليو الثانية، مرة فجاني. ايش ده؟ ايش ده سبورت هذا يا عيال؟ كيف يسوي دامج كذا؟ شوف الثانية جات 486 و 184 واي، يعني انا عارف الباسيف حقته او بي بس مو كذا. ليش يصير مني 700 600؟ ليه 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 بابلتي واحدة ليه؟ جات فيها مرة ومرة تانية، كان المفروض أطلع منها. أنا قدمت طلعت على فوق بس برضو أكلت الكمباك حقتها. والله إلا الله يقتلني. طبعا على طول أكلني إغنايت، هو أكلني إغنايت بعدها، فالحمد لله أني قتلته. ما حاجلس مع التيم، شيء طبيعي. حروح ما بفرم، بروح هيل. جلست هيل. المفروض اطنش التيم واجري، بس ليش ما جريت؟ لانه شفت كوين رجع، يعني
يعني ما حقدم على قدام. نورمالي كان انت وجالس كان قدمت على قدام مدام بيضيع ومضاربه بلها. لا كوين رجع وهذا حيرجع باي ذا تايم اي كم باك. ما شفت كوين انا مع انه كوين كان في التوب. دوبني شفته. لو شفت كوين كان رحت جري في النص كان شلته. خلصوا العيال خلصنا تيم فايت خلصنا بارن. لما يكون في بارن في لو ايلو اتجمع مع بعض. اوكي انا قلت لهم 1 3 1 غلط مني المفروض ما اقول لهم اجري. مالزهار نزل تحت عنده تي بي والتاني طلع فوق عنده تي بي which is the right thing to do. أمومو جالس يتسبح يا مو يا بابا عندنا بارون يا بابا أنا رايح أفرم يا حبيبي أنا عندنا بارون أنت المفروض معانا من أول. طيب أنا معكم. طلع توب الأخ. All what you need to do with بارون in this elo is just stand still. والله هم حيغلطوا أنا واقف أستنى يعني. ما سوى ولا شيء. بوش مني نوف اتضارب العيال مع بعض. I did not bother. الجمب الخنفشاري هذا فات فينجر مرة تانية. كنت أبغى لفل كنترول دبليو ضغط دبليو. كلهم نزلوا تحت فري تاور. just play the baron. مسكين أكلوا الكاسك الالتي حقت شو اسمه الالتي حقت الأخ وجات بطه عندي. سويت جمب في the right place. سويت جمب في the right place. I don't care. عندي ألتي. أرجع ورا. شيلتر. I don't care about kills. I just want to win games. طبعا هذا كله الفيلم الهندي هذا كله على 15 نقطة في gold. Yay.